عندما تقرأ قصص القرآن الكريم فتمر على أخبار الأولين والآخرين، وتقرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سير أصحابه وبطولاتهم، فهذا ليس لتسليتك وتشنيف مسامعك وليس حكاية عابرة، بل هو للعبرة منها والاتعاظ بها. فكلها صور تتكرر معالمها ومشاهدها بدقة كل يوم نعيشه في زماننا. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أريدك أن تستمع لهذه القصة وكأنك تعيش أحداثها بالتفصيل وتمثل دورا فيها وترى موقعك في أطوارها. بعد غزوة بدر أصبح كفار قريش مثخنون، ومرغ الإسلام كبرياءهم في التراب، وقتل أبرز رؤوس الشرك فيهم، ولذلك لم تكن معركة أحد مجرد جولة ثانية من صراع الحق والباطل، فقد كانت تعني الثأر لقريش. أما المسلمون فقد كانوا على موعد مع واحد من أبلغ الدروس في تاريخ الإسلام. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ميمنة جيش قريش بقيادة خالد بن الوليد قبل إسلامه، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يلتف بفرسانه من وراء الجبل ويصبح المسلمون بين فكي كماشة، فوضع 70 من الرماة على الجبل وأصدر إليهم أمرا عسكريا واضحا: لا تبرحوا أماكنكم، إن رأيتمونا نهزم فلا تنصرونا. وبدأت المعركة، وأبلى المسلمون بلاء حسنا، وذاق المشركون بعض الذي ذاقوه في بدر، فر جنودهم فتبعهم المسلمون، ثم ظن الرماة على الجبل أن الأمر انتهى، فنزلوا يريدون حظهم من النصر والغنائم. عندها حدث ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشاه، التف خالد بفرسانه وصار المسلمون بين فكي كماشة، وتحول نصرهم إلى هزيمة. بعدها تعلموا الدرس البليغ: هذه الأمة لن تحقق النصر ما لم تلتزم بأوامر نبيها وقائدها. فإن كانت غزوة أحد قد انتهت، فإن مهمة الرماة الذين يحفظون ظهور المسلمين لم تنتهي بعد. فطوبى للمدافعين عن هذا الدين كل في مجاله وتخصصه، طوبى للقابضين على الجمر، رافض الانحناء والتلون. كلما وهنوا قليلا سمعوا كلام ربهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وتعزوا بصوت النبي صلى الله عليه وسلم ينادي فيهم: راقبوا مواقعكم ولا تبرحوا أماكنكم. لكل الأمهات اللواتي يربين أولادهن على الصلاة والصيام والأخلاق: أنتن تحمين ظهورنا فلا تبرحن أماكنكن. والآباء الذين يسألون أولادهم عن جزء في سورة الذاريات كما يسألونهم عن علاماتهم المدرسية: أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم. المدرسون الذين يؤمنون أن هذا الجيل إذا تربى جيدا يمكن أن يخرج منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مرة أخرى: أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم. الموظفون الذين يؤدون أعمالهم بمهنية وضمير ويراقبون الله قبل مدرائهم: لا يدخلن الفساد منكم أنتم ولا تؤخذن الرشاوي منكم أنتم. ولو كنتم ممن يتخذون القرار فاتخذوا القرارات التي تنبغي لمرضات الله عز وجل ولو على حسابكم. أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم. المهندسون الذين يشيدون الجسور ويشقون الطرق دون غش واحتيال وصفقات مشبوهة: أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم. فتيات الحجاب والعفة اللواتي يربين أنفسهن استعدادا لتربية أولادهن وتربية الأجيال القادمة: أنتن تحمين ظهورنا فلا تبرحن أماكنكن. شباب صلاة الفجر ومجالس الحديث ودور القرآن: أنتم ترسانة الإسلام الأفتك والأقوى، وأنتم صفوة هذه الأمة فلا تبرحوا أماكنكم. كل واحد فينا لو تأمل موضع قدميه لاكتشف أنه جندي لأجل هذا الدين ولأجل هذه الأمة، وأنه لو حارب بشراسة وأمانة فإنه سيسد ثغرا مهما ويدفع خطرا عظيما. كل واحد منا في مكانه الذي وضعه الله فيه وألقى على كتفه مسؤولية وأمانة، فراقبوا مواقعكم ولا تبرحوا أماكنكم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.